عن تاريخ الأزهر. أفنأتي الآن لنلوث سمعة الأزهر بأنك ظلما فيه لتتجه السهام إلينا وتقول أنتم الذين تدافعون عن الظلم وتقعون في الظلم، أنتم الذين تنادون بالعدالة وتتخطون الكفر وتأتون بمن هو دونه؟ سبحانك هذا قلتنا. إذا أراد الله بأمير خيرا قيض له بطالة خير، الناس يذكروه وإن ذكر عنه، وإن أراد بأمير شرا قيض له بطالة سوء، إن ذكر لم يعينوه وإن نسي لم ينزل.